السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت تبحث على هاتف يقدم كل شيء بسعر أقل من 200 دولار، بوكو M4 برو هو الجهاز الأمثل. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. لمن فاته فيديو المواصفات الكاملة للبوكو M4 برو تجدون فيديو على القناة أو في أول تعليق يتكلم على المواصفات لهذا الجهاز. في هذا الفيديو سنركز فقط على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز. ومع فتح العلبة أول ما نجده هو هذا الصندوق الأصفر الذي يحتوي على مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز، كما نجد فيه الإيجكشن بين لفتح مدخل السيم كارد، نجد فيه أيضا كوفر بلاستيك شفاف لحماية M4 برو. بعدها نجد الهاتف، هذا هو البوكو M4 برو، تصميم ممتاز جدا قمة في الشياكة، يعني يعتبر أجمل جهاز في فئة الأقل من 200 دولار. بعدها نجد بقية محتويات العلبة المتمثلة في كيبل شحن يأتينا من نوع USB Type-C وشاحن سريع جدا بسرعة 33 واط. من المميز أن نجده في علبة الجهاز. هذه هي كل محتويات علبة البوكو M4 برو، فعلا جهاز كما ذكرت يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر، لهذا سأقول لكم بكم ينزل هذا الجهاز. 199 دولار فقط. نعم، مع مواصفات عملاقة، تأكد أن تشاهد فيديو المواصفات الكاملة موجود على قناتنا. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حول البوكو M4 برو. في الختام لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.